عندما نتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم. البعض من الناس أحيانا يأخذ هذا الحديث على ظاهره، وترى الواحد منهم لا هم له إلا أن يكثر عدد الأبناء، لكنه لا يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليه تجاههم، فلم يكن بواجب الإنفاق عليهم، ولم يكن بواجب التربية، ولم يكن بواجب التنشئة الصحية، ولم يكن بواجب التعليم، إنما كل همه أن يأتي بأناس إلى الدنيا، ثم بعد ذلك يكون هؤلاء الأبناء عالة على هذه الدنيا، ويكون فسادهم أكثر من صلاحهم، ليس لشيء إلا أنه ظن أن هذا العدد الذي لا قيمة له هو العدد الذي سيتباهى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الأمم. لا يمكن أبدا أن تكون هذه الكثرة الفاسدة وهذه الكثرة الفاشلة التي تنشر الفساد في الأرض هي التي سيتباهى بها رسول الله أمام الأمم يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الأمة سيأتي عليها زمان ستكون أكثر الناس عددا، لكنها كثرة لا قيمة لها كغثاء السيل، ربما الواحد من أعدائهم يساوي 1000 أو 2000 منهم، فتلك الكثرة هي كثرة لا قيمة لها ولا يمكن أن يتباهى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير ولكنكم كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الكلام ليس معناه أنه ليس من الإسلام أن ينجب المسلم الكثير من الأبناء، لكن هذا الكلام معناه أن تنجب الكثير من الأبناء بشرط أن تقوم بالواجب الذي أوجبه الله عليك تجاهه، حتى تساهم في إنتاج ذرية تكون إضافة لهذه الدنيا، تصلح ولا تفسد، تعمر ولا تخرب. لكن إذا لم تكن على قدر هذه المسؤولية فإن هذا العدد الكثير لا قيمة له، لأن الإسلام لا يهتم بالعدد قبل الاهتمام بالنوعية والجودة.